نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج. من جهتها شددت وزارة الصحة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماما، ولا يوجد أي تفشٍ لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية. وأشارت الوزارة إلى امتلاك مصر برنامج رصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.